الرئيس السيسي يتبادل برقية التهنئة بالعام الجديد مع ملوك ورؤساء دول العالم ويهنئ أبناء مصر في الخارج. العالم يستعد لاستقبال العام الجديد في ظل إجراءات مشددة بسبب فيروس كورونا، ونيوزيلندا أولى الدول استقبالا لعام 2022. مصرع عشرات من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في مأرب. السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم ومرحبا. هذه نشرة مفصلة من النيل للأخبار تفاصيلها. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد. وقد أعرب الرئيس عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب أمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه بكل تفاؤل إلى أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم عبر تضافر الجهود والالتزام بالتعاون لتحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم. كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج، أعرب فيها عن أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بدوام النجاح والتوفيق، داعيا الله عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمال المصريين وطموحاتهم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل العام الجديد لمصرنا الغالية المزيد من التنمية والرقي والازدهار. هذا وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء. ومع اقتراب العد التنازلي لاستقبال 2022، أعلنت دول عدة ضوابط للاحتفال بهذه المناسبة. فقد ألغت حكومات عدة تجمعات للاحتفال بالعام الميلادي الجديد على غرار عاصمة كوريا الجنوبية سول ومدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، في حين أبقت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على أجواء الاحتفال. وقد شهدت نيوزيلندا الاحتفال بالعام الجديد كأولى الدول التي تحتفل بهذه المناسبة. مع اقتراب العد التنازلي لاستقبال عام 2022، اكتملت استعدادات بيج بن أشهر ساعة في العالم لتدق أجراس منتصف الليل في أبهج لحظة يترقبها البريطانيون وزائرون في لندن عاصمة الضباب، واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم. أجراس بيج بن القابع على برج إليزابيث بمقر البرلمان البريطاني أصبحت على أكمل وجه لدق 12 دقة في منتصف الليل. وقد استعان المسؤولون عن صيانة الساعة الشهيرة بمعدات مؤقتة لإتمام دقاتها الليلة واستكمال أعمال صيانتها، التي يعكف خلالها المسؤولون على استبدال محركها الإلكتروني المؤقت بحلول ربيع العام الجديد، تمهيدا لإنهاء نظام عملها التقليدي الذي استغرق طوال الأربع سنوات الماضية، وذلك مع مراعاة عدم تأثر دقاتها المرتقبة في منتصف الليل. ووفقا للإجراءات الاحترازية المطبقة في المملكة المتحدة، تم إلغاء الألعاب النارية وحفلات الموسيقى التي كان يحرص آلاف المحتفلين على المشاركة فيها في الشوارع، ولم ترغب الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون فرض المزيد من القيود الاحترازية على المحتفلين في بريطانيا بالعام الجديد، على الرغم من ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بمتحور أوميكرون. وبلغ عدد من تلقوا الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا أكثر من 33 مليون شخص، يمثلون نحو 58% من إجمالي عدد السكان في المملكة المتحدة.
ومع أجواء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، يلقي متحور أوميكرون ظلاله على العالم في ظل المزيد من القيود لمنع انتشار هذا المتحور. مع أجواء أعياد الميلاد واقتراب السنة من نهايتها، يطمح الملايين حول العالم للاحتفال والتخلص من الضغوطات، ولكن متحور أوميكرون أطل ليلقي مزيدا من القلق على العالم. وتدرس العديد من البلدان فرض المزيد من القيود لإضافتها إلى خليط عمليات الإغلاق وغيرها من التدابير المعمول بها بالفعل في جميع أنحاء العالم. فقد حذر كبار خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه مع ظهور أوميكرون شديد العدوى سوف يزداد الأمر سوءا قبل أن يتحسن. ففي أعلى حصيلة منذ بداية الوباء، سجل العالم أكثر من 1,000,000 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية مما وصفته بتسونامي إصابات كورونا، مما يؤدي إلى انهيار القطاع الصحي. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لمراعاة التدابير الاحترازية في التواصل لمنع تفشي الوباء وتسريع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، مشددا على أهمية تسريع وتيرة البحوث في مجال اللقاحات والعلاجات. فقد أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 286,515,000 إصابة. وذكرت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم تجاوز 5,429,000 وفاة. وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 54,000,000 إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34,000,000 إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22,000,000 حالة. لذلك طبقت بعض الدول مجموعة من التدابير الجديدة، وتم حظر التسوق في مجموعات كبيرة، كما أغلقت دور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية في وقت تقضي فيه عائلات لا حصر لها عطلات في نفس الوقت. ما نزال مع أجواء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حيث يتوقع الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيقبل على سيناريوهات مختلفة عام 2022 في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها بالطبع جائحة كورونا. مع انتهاء عام 2021 وبداية عام جديد، يشغل أذهان العديد من المحللين والخبراء أسئلة أبرزها: هل سيكون عام 2022 مختلفاً عن العام السابق له؟ توقعات الخبراء شملت عدة مجالات كانت مسيطرة على الأحداث التي شهدها عام 2021. فخلال العام الماضي أتاح حوالي 20 لقاحاً ضد كوفيد-19 الحد من الوفيات الناتجة عن وباء كورونا، لكن وضع الدول الفقيرة يشكل التحدي الأساسي لعام 2022. المحللون والخبراء يؤكدون ضرورة أن يشهد عام 2022 تسهيل نشر اللقاحات لوجستياً، حيث يجب تصنيع الجرعات في الدول التي سيتم توزيعها فيها، حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن براءات اختراع اللقاحات. وأضافوا أن احتمال تخلي حكومات أغنى دول العالم عن سياساتها قصيرة الأجل التي تركز على الأرباح في عام 2022 يعد تغيراً غير عادي وغير متوقع في السلوك. وهنا يبقى التأكيد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تخرج من الوباء بمفردها. هذا وقد استعاد العالم في عام 2021 شيئاً من النمو الاقتصادي، لكن ترافق ذلك مع ارتفاع في نسبة التضخم على خلفية اضطرابات في سلاسل التموين وتوترات جيوسياسية متنامية في أوروبا وأسيا. وقد أشار الخبراء إلى أن الاقتصاد العالمي يقبل على سيناريوهات مختلفة في عام 2022 في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات. وأضافوا كذلك أن المخاطر المتوقعة مرتبطة بمدى قدرة البنوك المركزية على التحكم في الاقتصاد العالمي وأسواق المال،
مع تواصل نسب التضخم المرتفعة وسط سياسات معارضة لرفع سعر الفائدة. وبالنسبة لقضية التغير المناخي، فقد تجمعت دول العالم في مؤتمر الأطراف من أجل المناخ كوب 26 في اسكتلندا، وتعهدت باتخاذ تدابير وإجراءات للحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن الخبراء يؤكدون أن العبرة في التطبيق. وفي الوقت ذاته دفعت الكوارث الناتجة عن التغير المناخي آلاف الأشخاص إلى الفرار من منازلهم. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه رغم وجود الجهود الحثيثة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، فإن التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية ستستمر. لكنها أشارت إلى أن الإسراع في تطبيق إجراءات فورية لمواجهة هذه الكارثة يمكن أن يمثل بارقة أمل. على صعيد السياسي، فقد شهد عام 2021 اهتزاز النموذج الديمقراطي بسبب الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس، وأيضا نتيجة سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وسلسلة الانقلابات العسكرية التي وقع بعضها في القارة السمراء. وقد توقع المحللون السياسيون أن العالم مقبل على عام حافل بالتحديات، وعلى رأسها جائحة كورونا ومتحوراتها، إلى جانب ظاهرة التغير المناخي والأزمات الإنسانية والهجرة الجماعية، بالإضافة إلى الإرهاب العابر للحدود، كما أن الملف النووي الإيراني سيكون في واجهة الأحداث، وستسلط أنظار العالم أيضا على الصين وزيادة قوتها الاقتصادية. يسود طقس غير مستقر أغلب أنحاء الجمهورية، وقد أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي رفع درجة الاستعداد في المحافظات كافة، كذلك تنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات. وطالب شعراوي بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور، وضرورة تواجد أو وجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية. دكتور محمود شاهين هو مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد، أهلا بك دكتور محمود، كل التحية. إذا هل وصلنا إلى ذروة التقلبات الجوية اليوم، أم أن الليلة قد تشهد المزيد من التقلبات أو الأجواء غير المستقرة؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك سنة. وعلى كل السادة المشاهدين، احنا طبعا شفنا النهاردة حالة من عدم الاستقرار وبالفعل سقوط أمطار من المتوسط الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية. متوقع طبعا استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار في ساعات الليل المتأخرة على بعض المحافظات، وإن شاء الله يعني تكون ذروة الحالة إن شاء الله تكون مرت بأمان في هذه الحالة من حالات عدم الاستقرار. المناطق الأكثر تعرضا يا دكتور؟ وطبعا المناطق مدن القناة، مناطق من سيناء، لسه طبعا مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى لسه معرضه خلال الساعات القادمه لفرص سقوط امطار مره اخرى. ولكن ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك بانتهاء اليوم هتبدا تخف حده الحاله خلال الايام القادمه باذن الله. لكن الموجه مستمره شويه حتى وان خفت حدتها يعني. بالفعل طبعا ما بين تقلبات جويه خلال الايام اللي جايه مع بدايات الاسبوع القادم، تقلبات جويه ما بين سقوط امطار في مناطق ونشاط رياح وانخفاضات درجات حراره في اخرى، وامطار متفاوته الشده بقى خلال 48 ساعه القادمه على سواحل الشرقيه اكثر، يعني سواحل مدن القناه اكثر من السواحل الشماليه دكتور. بالفعل طبعا مدن القناه، مدن محافظه البحر الاحمر، مناطق من سيناء هتكون هي المعنيه اكثر خلال 48 ساعه اللي جايه باذن الله. اشكر حضرتك واشكر وجودك معنا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجويه، كل التحيه. إذن لمتابعة ميدانية أكثر، لمتابعة على الأرض،
نحاول أن نذهب إلى أماكن مختلفة. أعتقد أنه محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المناطق التي شهدت اليوم تقلبات جوية. على أي حال، للإطمئنان وللاطلاع على الأحوال هناك، معنا عبر الهاتف إبراهيم فوزي، هو موجود هناك الآن. صف لنا الأوضاع لديك، كيف الطقس وكيف حالة الشوارع؟ أهلا بك يا إبراهيم. مساء الخير. تشهد محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم سقوط المستمر للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، وذلك تزامنا مع نوة عيد الميلاد وتكون مدتها يومين ممطرة. وعلى حسب توقعات هيئة الأرصاد المصرية، يكون طقس غائم طول اليوم، مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا، باردا ليلا، وانتشار للسحب العالية والمتوسطة والمنخفضة. وحالة البحر يكون معتدل وبعض الأحيان مضطرب، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر من متر ونصف إلى 3 أمتار. تكون درجة الحرارة العظمى 15، واتجاه الرياح جنوبية غربية بسرعة تتراوح على مدار اليوم من 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة، ودرجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية. تتوقع هيئة الأرصاد المصرية أيضا أن تصل ذروة حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة من يوم الجمعة، فتشهد معظم أنحاء البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة. ده نتيجة تكون منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وخلال الساعات المقبلة تزداد فرصة سقوط طيب الأمطار. مشاهداتك أنت يا إبراهيم، يعني وأنت موجود في مركز الحدث الآن، ربما يعني تقل حدته تذهب زي ما أنت تفضلت وقلت أن الرياح هتكون غربية جنوبية، يعني ستتجه إلى السواحل الشرقية أكثر وسواحل البحر الأحمر، لكن ماذا عن مشاهداتك في مدينة الإسكندرية؟ مشاهداتي الآن الشوارع على مدينة الإسكندرية وتجمع لا يوجد فيها تجمع لمياه الأمطار، ده بسبب وجود شركة الصرف الصحي قامت بدفع عدد 100 سيارة شفط مدمجة وعدد 20 بدال تم تمركزهم في الأماكن الساخنة المعروف عنها تجمع المياه في الإسكندرية، سواء شرق إسكندرية أو غربها. كما هناك سيارة أخرى لمكافحة الأعاصير، سيارتي مكافحة أعاصير تمركزت إحداهما غرب الإسكندرية والأخرى شرق الإسكندرية لسرعة التدخل في حالة الاحتياج لهم. يوجد سيولة مرورية في كل شوارع الإسكندرية، حتى الآن لا يوجد تجمع لمياه الأمطار بسبب وجود أو سقوط أو هطول الأمطار بصفة مستمرة، لكن أمطار خفيفة إلى متوسطة. طبعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كان كلف رؤساء الأحياء بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عملية شفط تراكمة المياه مع تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكم المياه. وبرضو عن هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، البوغاز مفتوح حتى الآن لوجود استقرار نسبي لأحوال الجو المائية، تسير حركة الملاحة وتداول البضائع بطبيعتها. كان برضو وجه اللواء طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي غلق البوغاز، طبعا ده حفاظا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية ومنعا لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية. تمام. حتى أما عن شركة جمع القمامة، فتقوم بأعمال النظافة المستمرة في الشوارع وبالتحديد بجانب الشنايش أو مصارف الأمطار حتى لا يتم الانسداد بها. إليك. أشكرك على هذا الشرح الوافي والشافي، إبراهيم فوزي مراسل نيل الأخبار الموجود حاليا بمحافظة الإسكندرية، كل التحية. أفاد مصدر مسؤول بوكالة أنباء الشرق الأوسط بأنه تم إخلاء سبيل علا القرضاوي بقرار من النيابة العامة، وذلك على ذمة التحقيقات. إلى العراق، حيث دعا الرئيس العراقي برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى أن ينعقد يوم الأحد الموافق 9 يناير المقبل، الأحد بعد المقبل. كانت المحكمة العراقية الاتحادية العليا قد صادقت على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 من شهر أكتوبر الماضي. هذا فيما أعلنت خلية الإعلام الأمنية في العراق إلقاء القبض على إرهابي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في العاصمة بغداد. وقالت الخلية إن الإرهابي يعمل في عصابة داعش كعنصر ناقل للانتحاريين والعبوات الناسفة والأسلحة ضمن ما يسمى بولاية العراق قاطع شمالي بغداد.
وأضاف البيان أنه تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مزيد من التفاصيل حول الشأن العراقي ينضم إلي يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي. أستاذ يسري أهلا بك كل التحية. يعني إذن الرئيس العراقي يدعو مجلس النواب الجديد إلى أن ينعقد بعد نحو 10 أيام أو 9 أيام تحديدا، وذلك إقرارا وتكريسا لنتائج الانتخابات التي يعني تم التي تمت والتي تم إقرارها رغم الجدل الذي ثار حولها. كيف تتوقع هذا السيناريو؟ في البداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالتأكيد دعوة الرئيس العراقي لعقد هذه الجلسة يأتي في إطار الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتضييق على نتائج الانتخابات وبالتالي إنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الملف، أن حكم المحكمة يعتبر إقرار ضمني بنتائج الانتخابات وأنه لا تجوز صعود أو أي اعتراضات عليها مرة أخرى. هو إقرار صريح ليس ضمنيا حتى. نعم بالتأكيد. فلا بد أن تأخذ العملية السياسية مجراها وأن يتم الدعوة لانعقاد مجلس النواب لكي يتم بتشكيل حكومة وتكليف رئيس لمجلس الوزراء أو تحديد أو تعيين الرئاسيات الثلاث، سواء رئيس لمجلس النواب أو رئيس للوزراء أو رئيس للجمهورية حسب ما ينص الدستور العراقي. وبالتالي أعتقد أن هذه الدعوة تأتي في إطار ما حدث من اعتراضات من الجانب الميليشيات أو الأحزاب والائتلافات الموالية لإيران على نتائج هذه الانتخابات، لأنها منيت بهزيمة كبيرة في هذه الانتخابات. وهناك بعض المحاولات من جانب تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري الموالي لإيران للتحالف مع مقتدى الصدر الحائز على نسبة الأغلبية في هذه الانتخابات، ودعوته للصدر بأن يكون كتلة شيعية موحدة في مواجهة باقي الائتلافات والأحزاب الأخرى. ولكن أعتقد أن هذه الفكرة قوبلت مبدئيا من جانب الصدر بالرفض، ولكن هناك لقاء آخر سيعقد بين الصدر وبين العامري خلال الفترة المقبلة. ولكن أعتقد ربما هذه المحاولات لن تنجح، لأن الصدر له موقف من هذه الميليشيات وله موقف من الأحزاب الموالية لإيران في العراق، وبالتالي هو يرى أن هذه الأحزاب هزمت في هذه الانتخابات وأنه لا يريد أن يعطي لها قبلة الحياة مرة أخرى. ولكن ربما تأتي الأيام بما لا يتوقعه البعض، ربما تحدث ضغوط على الصدر لإدخال تحالف الفتح والأحزاب الموالية لإيران في التشكيلة الحكومية. أعتقد أن الأيام المقبلة ستظهر لنا عن هذا التحالف ربما سينجح أو ربما سيرفض الصدر هذه المحاولات من جانب الأحزاب الموالية لإيران. طيب يعني هذا كلام جيد للغاية، لكن ماذا عن حكومة قوية تستطيع أن يعني تحقق متطلبات الأمن في الداخل العراقي، متطلبات الشعب العراقي أيضا؟ أعتقد أن هذه الحكومة ربما تكون بعيدة المنال. العراق ما زال يسبح في شيء من أو أحداث من الطائفية، الميليشيات الموالية لإيران على الأرض ما زالت متواجدة، لديها نفوذ قوي في العراق وفي المؤسسات العراقية نفسها وفي الجيش العراقي. نحن نعلم تحالف الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية رسميا حسب الدستور العراقي. قيس الخزعلي، هادي العامري، كلها قيادات موالية لإيران ما زالت تحظى بنفوذ كبير. هذه الميليشيات لديها سلاح، تحظى بدعم إيراني كبير، وبالتالي مسألة أن تكون حكومة قوية تقف في وجه هذه الميليشيات أعتقد أنه ربما أمل بعيد المنال في الوقت الحالي، ربما يأخذ وقتا، لأن للأسف الشديد التركيبة العراقية أو التشكيلة التي تحكم العراق الآن سواء المحاصصة سواء في رئيس الوزراء أو سواء في رئيس الجمهورية أو في رئيس مجلس النواب، كل هذه الأشياء تولد بعض المشاكل بالنسبة للعراق وتفتح بابا للتدخلات الإقليمية في هذا البلد القوي الذي لديه اقتصاد قوي ويستطيع أن يعتمد على نفسه. ولكن للأسف الشديد إيران تغلغلت بشكل كبير في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية رغم الإعلان انسحاب رسمها إعلان انسحاب رسمي لها من العراق، ولكن
ما زالت تحظى بنفوذ لدى بعض القوى العراقية. هذا بطبيعة الحال يا أستاذ يسري، يعني 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 وستظل لفترة على الأقل. أستاذ يسري أشكرك شكرا جزيلا. يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي، كل التحية. لقي عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات محافظة مأرب شمال شرق البلاد. في تطور جديد للأوضاع في اليمن، لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات محافظة مأرب شمالي شرق البلاد. المركز الإعلامي للجيش اليمني ذكر في بيان اليوم أن كمينا محكما نصبته قوات الجيش والمقاومة بجبهة الكسارة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرا من الميليشيات الحوثية، مضيفا أن طيران التحالف دمر عربة مدرعة وطقمين حوثيين بما عليها من عتاد وأفراد في ذات الجبهة. من جانبه ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإصدار الحوثيين أحكام إعدام بحق 4 صحفيين في قضايا ملفقة، مشيرا إلى أن 11 صحفيا يقبعون داخل معتقلات الميليشيات الآن. الإرياني أضاف على مواقع التواصل الاجتماعي أن الصحفيين يعيشون في ظروف سيئة ويعانون من تردي وضعهم الصحي بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم في ظل تعامي المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتصعيد القضية والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين فورا دون قيد أو شرط. وفي صعيد متصل، لقي قيادي في ميليشيات الحوثي باليمن مصرعه بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران شمالي البلاد. مصادر محلية ذكرت أن القيادي محمد عبد الله عذري المعين من قبل الحوثيين مديرا للشرطة بمديرية قفلة عذر قتل على يد مسلحين من أبناء المنطقة أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين. في وقت سابق هاجم مسلحون قبليون إدارة أمن مديرية قفلة عذر وقاموا بقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية هناك. استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية، وأقر الجيش الإسرائيلي بارتكاب جنوده الواقعة مرجعا السبب في ذلك إلى حيازة الشهيد سكينا خلال اتجاهه وهو يركض نحو محطة للحافلات بمستوطنة أريال، حيث كان يقف مدنيون وجنود إسرائيليون وفقا للتحقيقات المبدئية التي أعلنها جيش قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب الرواية الإسرائيلية. أعلنت الشرطة السودانية في بيان اليوم أن 4 أشخاص قتلوا في أم درمان وأصيب 300 متظاهر و50 فردا من قوات الشرطة في مظاهرات الأمس. كانت قوات الأمن السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا السير باتجاه القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، ويعارض هؤلاء المتظاهرون قرارات كان قد اتخذها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان في 25 من أكتوبر الماضي لمنع وقوع حرب أهلية. أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة الحفاظ على تقدم عملية الانتخابات في ليبيا على أسس متينة، مجددة التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة للناخبين الليبيين. أفادت مصادر روسية بأن الأسطول الشمالي اختبر إطلاق نحو 10 صواريخ جديدة من طراز زيركون الأسرع من الصوت من فوق متن فرقاطة، كذلك صاروخان آخران من غواصة. وأشاد الرئيس فلاديمير بوتين بهذه الخطوة ووصفها بالجزء من جيل جديد من منظومات أسلحة لا نظير لها. كان بوتين قد وصف اختبار إطلاق صواريخ أجري الأسبوع الماضي بالحدث الكبير في حياة البلاد، مضيفا أنه خطوة جوهرية في زيادة القدرات الدفاعية.
هدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن بلاده ستتخذ جميع التدابير لحماية مواطني دونباس شرقية أوكرانيا، وقال لافروف أن الغرب يواصل دعمه للتطلعات العسكرية الأوكرانية، وأن نظام الحكم في كييف يفسر هذا الدعم بأنه تفويض للقيام بعملية عسكرية، مؤكدا أن الطرق الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية تبدو هي الأوفر حظا. أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز في خطابه الأول للعام الجديد عن دعمه لأوكرانيا التي تخشى من غزو روسي محتمل، وشدد على أهمية حماية الحدود الأوروبية. هذا ومن المقرر إجراء محادثة هاتفية في إطار الجهود المبذولة لتهدئة الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا في أوائل يناير المقبل بين ممثلين لألمانيا وروسيا قبل المناقشات المقررة بين موسكو وواشنطن. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة ما يزال فيها المزيد، ولكن سوف نتابع بعد أخبار الاقتصاد. أبو الغيط يدعو الأطراف الصومالية للحوار للتعامل مع خلافاتهم. محمد سليمان الآن وجهتنا المقبلة، فمعه أخبار الاقتصاد. أهلا بك وإليك. أهلا بك محمد، أشكرك. مرحبا بكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعونا فيها. تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي لتنفيذ المبادرة الرئاسية سجون بلا غارمة. أهلا بكم. أعلن البنك المركزي المصري أنه في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة سجون بلا غارمات للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وافق البنك المركزي على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون 729 غارمة صادر ضدهن أحكام نهائية بإجمالي عدد 1222 قضية في مختلف محافظات الجمهورية. أكد وزير المالية محمد معيط أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي تم إطلاقها اعتبارا من منتصف نوفمبر الماضي، قد قال الوزير إنه تم صرف أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 3000 شركة خلال المراحل الثلاثة لهذه المبادرة، بالإضافة إلى المبادرة الأخرى المختلفة، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة. تبدأ وزارة التموين غدا صرف السلع التموينية من 40 ألف منفذ عن شهر يناير 2022. وأكدت وزارة التموين أن غرف عمليات الوزارة والمحافظات تقوم بمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، مشيرة إلى أنه تم تسيير حملات للتأكد من انتظام العمل في تلك المنافذ. أكد وزير الري محمد عبد العاطي أنه تم تحويل 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث من خلال المزارعين أنفسهم، وخلال اجتماع لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وما رصده الفلاحون من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة من 30 إلى 40% وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن تنظيم الوزارة المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال الفترة من 6 وحتى 14 من فبراير 2022. وقالت الوزيرة إن المسابقة تعد آلية ناجحة لتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء لكل دولة والمساهمة في تنمية الاقتصادية المحلية للمناطق. كما تستهدف المسابقة الترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية والمساهمة في زيادة معدلات التصدير. تفقد وزير النقل فريق كامل الوزير أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة العالمي مطروح،
وذلك في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع. يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصادق للبيئة. تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات لكنها تتجه للتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاما، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن كورونا. وفي اليوم الأخير من 2021 خفضت العقود الآجلة لخام الكاس الأوروبي مزيج برنت 86 سنت إلى 78.67 من 100 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأمريكي 80 سنت إلى 76.19 من 100 دولار للبرميل. ويتجه مزيج برنت لإنهاء العام على زيادة بنسبة 53%، بينما يتجه الخام الأمريكي لتحقيق ارتفاع بنسبة 57%، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70%. صعدت أسعار السلع الأولية من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية بقوة في 2021 بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي، مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم. وتوقع محللون وتجار أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية قويا في 2022، وأن يدعم الأسعار مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان مستبعدا حدوث قفزات مماثلة في الأسعار. تات أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميل محمد تركي استكمال بانوراما. تفضل محمد. أشكرك شكرا جزيلا على أن نعود إليك بعد قليل إن شاء الله. صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام للجامعة يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديدات للسلام والاستقرار. وأوضح المصدر أن الأمين العام ناشد جميع الأطراف الصومالية بأن تتحلى بالحكمة وضبط النفس، ودعا إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف وإلى وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار، كذلك الانخراط فورا في حوار وطني بناء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القلائل السابقة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 من جنوده ومسلحين في تبادل لإطلاق النار وقع أثناء عمليتي دهم نفذتهما قوات الأمن الباكستانية قرب الحدود الأفغانية. هذا وذكر الجيش الباكستاني أن المداهمة الأولى نفذتها قوات الأمن في منطقة تانك الواقعة شمال غرب البلاد، ما أدى لمقتل مسلحين، فيما تم شن المداهمة الأخرى بمنطقة شمال وزيرستان القبلية والتي أسفرت عن اعتقال مسلح ومقتل 4 جنود خلال تبادل مكثف لإطلاق النار. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا التدخل لإنهاء سياسة الهجرة، وتتمثل بإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء مراجعة ملفاتهم. وعرضت حكومة الرئيس الديمقراطي القضية على المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة لتنظر في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت خلال الشهر الجاري باستمرار البرنامج الذي أطلق عليه اسم البقاء في المكسيك وبدأ تطبيقه في 2019 من قبل الإدارة السابقة. قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يجب أن يكون هو الهدف النهائي لجهود كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات بين الكوريتين. وأدلى مون بهذه التصريحات في رسالته بمناسبة العام الجديد، حيث ظلت جهود حكومة سول الحالية للتعاون عبر الحدود معطلة ولم تحقق تقدما يذكر في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. هذا ومن المقرر أن تجري كوريا الجنوبية الانتخابات الرئاسية المقبلة في 9 مارس، وقد قدم المرشحون الرئاسيون من الأحزاب السياسية وجهات نظر سياسية متباينة بشأن كوريا الشمالية. بأمر الله نتابع بعد أخبار الرياضة. ارتفاع عدد ضحايا اعصار الفلبين إلى أكثر من 400 شخص.
مرة أخرى نعود إلى صحبة محمد سليمان، ولكن هذه المرة مع الرياضة. شكرا لك محمد. أخبارنا الرياضية في بانوراما الرابعة وأبرز ما فيها. رسميا انضموا مروان حمدي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل لقائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا بالكاميرون. أهلا بكم. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار راي الذي يعد أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام إلى 405 أشخاص، في حين لا يزال 82 شخصا في عداد المفقودين. وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا جراء اجتياح الإعصار للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وذلك في منتصف شهر ديسمبر الجاري، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة، ولا يزال أكثر من 325 ألف شخص في مراكز الإيواء. تشهد ألاسكا هذا الأسبوع أحوالا جوية قصوى من حرارة قياسية وعواصف ثلجية وأمطار غزيرة وتكونات جليدية ضخمة تضرب العديد من مدن أقصى شمال الولايات المتحدة، وتسد صفائح كبيرة من الجليد الطرق وتعرقل حركة المرور في فيربانكس، ثاني كبرى المدن في ألاسكا كما قالت وزارة النقل في الولاية. وقالت سلطات إنها تواجه سلسلة من العواصف الشتوية غير المسبوقة، وأن جميع الموظفين المتاحين يعملون بكل ما في وسعهم، لكنهم قد لا يتمكنوا من إزالة كل شيء قبل نهاية هذا الأسبوع، محذرة من حالة كارثية مع الجليد أطلقت عليها اسم ماكدونالد. اندلعت حرائق في ولاية كولورادو الأمريكية بعد اندلاع حرائق غابات تغذيها الرياح بالقرب من مدينة دانفر. وقالت الشرطة إن فندقا ومركزا للتسوق وما يقدر بنحو 580 منزلا قد احترقت، وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أصيب شخص على الأقل. وفي اختام نشرتنا الجوية إليكم درجات الحرارة بمختلف عواصم العالم، نتابع. وفي هذا الطقس البارد فالعالم كله يحتفل ربما بأهم مناسبة في كل عام منذ آلاف السنين، رأس السنة الميلادية. مشاهدي الكرام، انتهت هذه النشرة التي كان أهم ما بها. الرئيس السيسي يتبادل برقية التهنئة بالعام الجديد مع ملوك ورؤساء دول العالم ويهنئ أبناء مصر في الخارج. العالم يستعد لاستقبال العام الجديد في ظل إجراءات مشددة بسبب فيروس كورونا، ونيوزيلندا أولى الدول استقبالاً لعام 2022. ومصر وعشرات من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في مأرب. كل التحية والتقدير والود إلى حضراتكم، في أمان الله.